سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورضا الوحش الترجي يحييكم. في يعرفوك يعرفوك قناة المدينة. وي مشهور انت؟ رضا الوحش غير على التعريف معروف عالميا مفرقين وعربيين. ايه شهرة؟ الشهرة شنو باهي؟ أنا نجم عيطولي الوحش وبرنسيب الشهرة ما عندوش شهرة حكاية فارغة. أنا عندي شهرة متاع شهرتي بالفلوس. ما هي شهرة بلاش، شهرة متاع محبة متاع أخلاق متاع رياضة متاع جو متاع محبة متاع أي فريق تنتمي تلعب ضد تنتمي تحب هذاك وتحب هذاك. عندك مباراة تلعبها 90 دقيقة كل واحد يمشي على روحه وديما خويا يقعد خيال. شنو رأيك في البطولة العربية؟ والله الحمد لله نشكر ربي اللي فزنا بالبطولة العربية هذه. البطولة العربية كانت ممتازة ياسر وقوية ياسر للغاية ياسر. والترجي الرياضي التونسي الدور الأول ما كانتش يعني كانت احتياطي حاضرة بها حاضرة شوية ماهيش برشا برشا قاعدة تلعب كورة. لعبنا ضد الزمالك المصري لعبنا اللعبة ثم تغييرات في اللاعبين وفي الحراس ما الكل بون هزمنا الشوط الأول هزمنا المباراة الأولى وبعد دخلنا في المباراة الثانية انهزمنا وفزنا وبعد فزنا في المباراة الثانية وترشحنا للدور النهائي ضد المنتخب المصري. توا كيفاش بعد؟ والله باش نقول لك مبروك للترجي، مبروك لكرة اليد، مبروك للرئيس الترجي ونادي. أنا كمحب رضا الوحش أنا كنت ماشي على غالب ما وتاش باش نمشي وزيد تويك نصرح لهم ونقول لهم اللي كوني راهو نهارة المباراة عندي بنتي باش تولد جابت وليد الصباح نهارة الماتش جابت وليد سماته أحمد بنتي رحمة. مبروك ما نزادلك. بارك فيك. أنا عندي فرحتين، عندي فرحة ولد بنتي اللي جابت وليد قبل المباراة وفي المباراة زدنا ربحنا وفزنا عن جدارة حبة من حبة وكرم كرم. والترجي كان في نهارها وكان في يومها لاعبين ممرن ومسؤولين ورئيس الترجي وخاصة الجمهور اللي كان في الموعد والحمد لله. واللي فزنا بالكأس العربية هذه اللي باش يمشيوا فيها الكأس العالم، نزيد نقول لكم كأس العالم باش نلعبوها في دمان فهمتي. إن شاء الله الترجي تسافر ممكن على حسب معلوماتي تسافر نهار 17 وإن شاء الله نهار 18 نلعبوا. إن شاء الله الوحش يكون غاديك، إن شاء الله يكون الوحش موجود إن شاء الله. باش نلعبوا المباراة الأولى مع برشلونة والمباراة الثانية مع سيفيكس هذه إن شاء الله. كان فزنا مع برشلونة مباراة حلوة ياسر برشلونة ومدراك بقي نحن الترجي ومدراك فهمتني ونلعب مع فريق المكسيكي. ترجي في الدم. ترجي أنا نهار تخرج من كرشوم من عيد طرططة الزيزة. أنا دمي ترجي يحمر أصفر الترجي بكل الترجي وعائلتي الترجي أمي بالترجي وبابا الترجي وخالتي الترجي والترجي اللي كانت سببه هي اللي ردتني رجل. ترجي رديتك هكا؟ رديتك كما رضا الوحش ردته راجل. وزيد نقول لكم حاجة يا عباد يا مسؤولين يا ترجي يا جمهور يا اللي تتفرجوا معايا راني بخشمي رضا الوحش عمري ما كنت نمد يديا. إذا لقيتني مديت يديا راكي تلعب الترجي لبرا سوى كرة قدم سوى كرة اليد سوى كرة السلة والحمد لله. وديما نشكر الترجي كله برجاله برئيسه أي رئيس يجي للترجي راني نحبه وعمري ما نكره حتى رئيس ولتوا ما نكره حتى رئيس. أي رئيس اللي شد الترجي الأحياء اللي موجودين والأموات. الله يرحم سي ناصر الكلاني، الله يرحم سي منصف زهير، الله يرحم سي عزيز زهير، الله يرحمهم من عامهم في دار الحق وعلى دار الباطل، الكل خدمت معاه سي حمدي معاه سليم شيبور زاد ربي يخليه، سي حمدي ربي يخليه، منظر زنادي ربي يخليه هو اللي كان سبب في الشغل نتاعي لما كان رئيس الترجي 87 في الديوان التونسي التجارة ودخلت للديوان التونسي التجارة والحمد لله وكملت رتاتي توا رتات وانا قاعدين ندور هناك وان شاء الله ربي يسهل لي باش نمشي نتفرج مع الترجي مع الترجي في الكاس العالم هذه باش تدور في الدمان في الدمان ان شاء الله نمشي معاهم وان شاء الله ربي يسهل خاطر انا باش نمشي معاهم ومانيش راجع لتونس باش نقعد عندي بنتي في الرياض ماخذ سعودي في الرياض تبقى تعيش غاديك؟ عندي اختي دي من انا عامر عمرتين بحذا بنتي من زيد كي جيت عندي 6 شهور وعندي الفيزا العام نتاعي وان شاء الله ربي يسهل لي نزيد نمشي مع الترجي ونقعد حذا بنتي. عندي بنتي متزوجه غاديك سعودي نقعد بحذا وعندي بنت اختي وتيستا غاديك في الخطوط السعودية زادة في الرياض وعندي الأحباب الكل عندي برشا 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 أحباب من كل بلاد. تبقى تعيش غاديك؟ لا لا مش تبقى عيت بلادي عمره ما ينكر بلادي نمشي نعدي شهر شهرين ونروح على روحي بلادي تونس الخضرة تونس الخضرة يكذب عليك عز بلاد تونس. كي نحكيو توا في الهوند والله ايش قلت لك في الهوند كما قلت لك الترجي الرياضي التونسي لعب ضد النادي الافريقي والزمالك المصري يعني والسليني هذه الفريق الكويتي لاعبين ممتازين وكل شيء بس الترجي يقول لك اللي الترجي الرياضي التونسي الدور النهائي تلعب مظلوم الترجي الحكام ما مشاوش بالقدام على الترجي الرياضي التونسي الحكام مشاو ضد الترجي الرياضي التونسي الحكام 7 مرات 8 مرات يخرجونا في الديمينيت والنادي المصري خرج وخاصة مش نقول لكم زاد حاجة أخرى اللي الترجي الرياضي التونسي تلعب ضد النادي المصري
منتخب مصر ماهيش منتخب من هنادي، من برشا لاعبين ينتميوا للمنتخب المصري، والحمد لله كانوا رجال واللاعب نتاعنا بن صالح نتاعنا فهمتني الحكم قاعد يجانس ويعمل هكا ويخرج ورقه حمراء وخرج بدميت. نشكر حارس المرمى نتاعنا برافو عليه فهمتني ما قصرت 22 تصدي شدها بارك الله فيه، الولاد كلها لعبوا وحطوا في قلوبهم الجري هذيك الجرين تاع الترجي بتاع الهون. انا نتبع فيها ملي عمري 15 سنه نتبع في الترجي وعمري ما لعبت فينال وخسرت فينال التو لهذا الحال. الحمد لله مبروك علينا يا رب الانتصار ومبروك علينا الكاس العربيه هذه اللي هزيناها فهمتني. قلت لك الترجي بالجرين تاع لعبوا الكل ردوا كلها برافو عليهم، كل اللي لعبوا كل اللي ما لعبوش كل المسؤولين كل مدرب كل رئيس. الرئيس كان حاضر شفتوه سي حمدي المد موجود اللوطة ما ذاك الرئيس نتاعنا ما شاء الله عليه لا يتكلم ولا يوري روحه. ونشكر رئيس الترجي الرياضي التونسي اللي سي حمدي المد باللي يطلع الحافله نتاع نادي الزمالك ويهني فيهم وكلمهم وحكى معاهم وحكى حتى مع الرئيس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فهمتني. وانا فرحان ما نكذبش عندي فرحتين كما قلت لك فرحان نهار المباراه ذاك علاش ما مشيتش فهمتني. بنتي ولدت جابت ولاي سمته احمد فرحت كي جابت بنتي وليد ولاباس الحمد لله. والفرحه الثانيه تكملت بعد انتهاء مباراه الترجي والزمالك وانتصارنا على نادي الزمالك. اما برشا يقول لك ما عادش كوره في تونس. كوره ما عادش. الكرة ما عادش، اللي تفرحنا واللي تزاهينا هي الترجي. ما عادش يفرحنا حد في البلاد. الترجي هي اللي تفرحنا. الترجي تربح في ماتشوات، تجيب اطراح، تربح الدور النهائية، الحمد لله عندنا زوز كؤوس تويكا. عندنا زوز كؤوس داخلين وغدوة الحي إن شاء الله نلعبوا مع النادي الرياضي الصفاقسي، البطولة تبدأ غدوة. فهمتني؟ والترجي هي اللي تفرحنا كما قلت لك، الترجي هي تفرحك هي تبكيك هي اللي ما شاء الله عليها. ما عندي منقول في الترجي وكوره ما عادش كوره تقبل، كان تقبل كلوب اسبرانس كي نلعبوا كلوب اسبرانس دربي تلقانا الجمعه كامله، الجمعه الاولى الجمعه الثانيه الناس كلها جمعت كلوب اسبرانس تلقاهم قاعدين مع بعضهم عاملين جو يضحكوا يفرقدوا وفات الكوره كل واحد يمشي للجرادان نتاعه والتشجيع ما غادي وفات الكوره نروحوا لروحنا. توا هاك تشوف توا عنف كي نحكيوا على العنف في الملاعب موجود العنف والضرب وان شاء الله توا الالترا والسوبرا والدباتيرا نتاع الترجي كلهم توا اللي عاملين نشكرهم ياسر زاد قايمين بوجههم ما شاء الله عليهم وتوا عملوا لحمه كبيره ياسر مع بعضهم وان شاء الله ما عادش يصير الشيء هذا ويرجع الجو باهي للملاعب. مثلا انت اليوم كي تمشي للملعب تخاف على روحك؟ لا انا ما مش خاف انت اما مثلا انه ولي باش يبعث ولده ولا حاجه يخاف ولي باش يبعث ولده بطبيعته يخاف يقول لك تصير مشاكل تصير ضرب تصير تعارك تصير واحد يخاف من عنده. بالنسبه لي انا معروف انا كنت قعدت البيلوز المره الاولى بعد وليت في الجردان وبعد الشاذ وبعد توك رقوني وليت نقعد في التربين نتاع في اللوج استغفر الله. انا نقعد في اللوج قعدت برتي ثلاثه ماتشات في اللوج نحس في روحي كل حاجه تدغدغ فيا من قلاله وك الزواول وك الجو لوطا والحمد لله نطلع بارتو جو باهي الحمد لله يا ربي لك الحمد. البلاصه غاديك مش كيما البلاصه مش كيما البلاصه اللي فيها الشعبيه فيها الحياه. احنا غاديك حاطين في تقول قنار نتاع الدجاج نفرجوا فيه من فوق ونشوفوا وهي قاعده حلوه مي انا نحبك الجو معك الببليك مع الجمهور نسلموا على العباد. ثم اللي عندي 20 سنه ما ريتوش و15 سنه ما رانيش فهمتني. الوحش والناس كلها تحبني معروف والناس كلها في اي جمعيه تحب رضا الوحش خاطر ما عنديش مشاكل مع حتى ما عندي حتى مشاكل مع حتى جمعيه لا سوسه لا ساقس لا مستير لا جابل كلهم يحبوني يحبوا عندي ما عندي جوي نعمل امبيونس نتاعي في الستاد نعمل جوي تشجيع سوى كره اليد كره السله كره الطائره كلوند فهمتني. من بعد نروح نسلم على نروح تو عندك وريث للحب هذا للكره وللترجي بالذات؟ الوريث نتاعي هو حبي للترجي الوريث نتاعي هذيك الترجي مش شكون باش تورث معناها شكون من العائله باش يورث الحب هذا؟ عائلتي كلها تحب الترجي. انا كان عندي ولدي بالحسن الصماطي معروف احسن شيء انا حيمن في الترجي الرياضي التونسي ولاعب كبير معروف بالحسن الوحش فهمتني متعدي زنطور شيخ علي تجبدها للروح وعيط وحده تسمع فيا فهمتني. عندي ولدي بالحسن ولدي الحمد لله لاباس عليه جو باهي امبيونس باهي عزم لاعبي في الترجي وصل المنتخب وصارت كا انا سافرت 87 لما كانت صارت المظاهرات في تونس وبن علي مشى على روحه هو انا ماك تعرف السياسه ما ندخلش فيها كانت السياسه بتاعي تاع الترجي مشى على روحه فهمتني. ولدي
مشيت انا لمصر قالوا لي ولدك راه تضرب كرتوشه سبع ايام تليفونات ما يمشوش، وانا نهار ضربت الثوره انا مانيش لهنا موجود، وثم ما يثبت اللي انا موجود في القاهره وعندي ما يثبت اللي انا موجود في القاهره. طلبت دارنا تليفونات دارنا ما خدمت، تليفون داري ما خدمت الكل. بعد سبع ايام مشيت للسفاره القنصليه قلت لهم، قالوا لي الوحش بشيفتهم يعرفوني، قالوا لي الوحش قدره الله اول طياره جيت طربوني جيت طياره وروحت على راحي. ومشيت لولدي نلقاه مضروب السبيطار برا وارتاح ورجع لعب دور نهائي كنت نجم بلاد الساحل في ملعب رادس الحمد لله. ولدي لعب دور نهائي في ملعب جويت انه هز كاس، وبعد شهر حرق ولدي مرتين هبطوه، ثالث مره حرق وهبطوه، رابع مره حرق باسبور عنده باسبور بتاع بطل قانونيا، وفهمت حرق وتعرف على واحده من سيسيل اسمها جورجيا فهمتني وعرس وعمل ورقات والحمد لله ربي يفضل ولدي بالحسن الغالي تو مازال موجود والحمد لله وبراء ولاباس ولاهي به المستشفى تو طالع الحمد لله. خليك تو كلمة الختام فيما يخص الكورة. في كلمة الختام أقول يا ربي فضلنا الترجي ردة النجال، ويا ربي احنا عندنا البطولة العربية نكملوها نلعبوها كما جات باش نلعبوا بطبيعتنا. احنا الأمنية نتاعنا البطولة العربية اللي احنا ترشحنا فيها وكأس العالم، وإن شاء الله يا ربي كرة القدم إن شاء الله يا ربي نبيل معلول مع اللاعبين الممتازين اللي خذيناهم ركرة مظن إن شاء الله يكونوا في يوم ويكونوا في الهرم، وغدوة الحي نلعبوا أول مباراة كونتر النادي الصفاقسي، وإن شاء الله يا ربي ترى يكون الانتصار حالي في الترجي التونسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحش الترجي يحييكم.